That is incredible. Really, really good. And this is so healthy for you. My final review for you, Amanda. 2 thumbs up, a 10 out of a 10. مع منتجنا الرائع لليوم واللي هو يوناناس. يوناناس هي شركة أمريكية صار لها سنة ونص عم بتلاقي نجاح كتير كبير بأمريكا وأوروبا. لهيدا السبب قرر فريق عالم التسوق أنه يجيب لكم هيدا المنتج الرائع لعندكم من خلال برنامجنا. جهاز يوناناس جهاز رائع سهل الاستخدام وراء أصلا مخترعة جدا رائعة واللي هي ألين اللي اجت خصيصا من الولايات المتحدة الأمريكية لحتى تعرفنا على هيدا الجهاز الرائع والمثال. مشاهدينا لكلكم لكل اللي عم بيشاهدنا هلا وخاصه مشاهدي عالم التسوق، انتم بهيدي الحلقه رح تلاقوا شيء كثير مميز وهديه كثير رائعه لكم واللي هي وعاء لحتى تعملوا انتم فيه البوظه لاطفالكم يستمتعوا فيه بكل سهوله، تبروير لحتى نعمل فيه كيك واشياء كثير عديده رح نشوفها باثناء الحلقه. بحب الفت انتباهكم انه شركه يوناناس هي ايضا شراكه مع شركه دول واللي تعد اكبر شركه بالعالم لانتاج الفواكه والخضرة. ما رح طول عليكم أكثر، رح نشوف أشياء رائعة ومكونات رائعة من الفواكه رح نعملها كل هيدا الشيء مع مؤسسة هيدا مع مؤسسة هيدي الشركة وأيضا هيدا الجهاز الرائع إلين اللي برجع بذكركم إجت خصيصا لكم لتعرفكم على هيدا الجهاز. هلو إلين. Hello. It's really nice to have you. Oh, thank you. Excited to be here to make Yonanas with everyone. Yeah, I'm very excited about the product as well. It's really very unique and one of a kind. Really very unique machine. Could you tell us before about, like, before we go into more details about it, what was really the inspiration of having such a different and a unique machine? For me, actually, I love ice cream. Yeah. Ice cream doesn't love me back. Okay. And so because of that, you know, I struggle with dairy. And then as I got older, I love to eat sweet treats and it just doesn't Everyone show up does. On my body. Exactly. You know what? It just affects me differently as I get older. I want to be more conscious of what I'm eating because of what I'm wearing. فإذا إلينا عم تحكي إنه هي تجربتها مثل كل أي شخص موجود عنا، كلياتنا بنحب الآيس كريم، بنحب البوظة، ولكن في كثير من الأشخاص بيصير عندهم تأثير سلباً على جسمهم أو حتى على معدتهم، لهيدا السبب هي قررت تعملنا هيدا الجهاز الرائع اللي فيكم تحصلوا فيه على نفس مزيج الآيس كريم ولكن بطريقة كثير سهلة وطبيعية. رح نشوف نحن وياكم هيدا الشيء مع إلين. So what are we gonna do now? All right, so I'm gonna again show you only frozen fruit okay. and it's going to turn out to look, taste and feel like a soft serve ice cream, right? Okay. But I'd like to point out something. See these like overripe bananas? We say, you know what, peel these first, then freeze them. They will be the base of some recipes, but not all recipes. فإذا مثل ما عم بتشوفوا يوناناس بيشتغل مع المكونات الفواكه وإشياء كتير عديدة ولكن أهم شيء إنه تكون الفواكه مجمدة. مثل ما ذكرت إيلين نحن حنحمل هلا المكونات مع البنانة أو الموز. لازم يكون بهيدي الطريقة، يعني البنانة تكون مستوية عندكم، عليكم أنتم تجمدوها وهي مداخلة بالمكونات ولكن مش شرط انها تكون بكل المكونات اللي موجوده. Can't wait to start. All right, so we're going to use only frozen bananas, only frozen strawberries. That's what we're going to run through. Let's go ahead and take a look. فاذا اول مكون عندنا او اول تركيبه هي من الموز وايضا من الفريز. مثل ما عم بتشوفوا بنحط المكونات وبنضغط بينزل عندنا هيدا المزيج الرائع والحلو مثل البوظه تماما بخليط كثير حلو، يعني مثل ما انا ذكرت نوع جديد من تناول البوظه، يعني هلا نحن عم نتناول البوظه ولكن من فواكه طبيعيه، مثل ما شفتوا لا ضافت سكر ولا حطت اي الوان اضافيه، بس حطينا الموز المجمد والفريز المجمد وحصلنا على هيدي الديزرت اللي كثير حلوه وطيبه. I can't wait to taste it. I know, there you go. So there you go. Just strawberries, just bananas. That's it. فإذا
It's so yummy. Usually I'm not like a big fan of bananas because I really don't like the heavy taste of the bananas, but here it's very light. فإذا مشاهدينا لكل الأشخاص اللي ما بيحبوا كتير يمكن طعمة الموز اللي بتكون كتير قوية, هون بهيدا الخليط الرائع بفضل إنها بتكون كتير مجمدة بتنزل كتير خفيفة وكتير طيبة وما فيها أبدا أي تقل على المعدة. It's really tasty. Oh, thank you. And I love because you know so many people love Yonanas for different reasons. So maybe you want to eat more fruits and vegetables, or maybe you struggle with dairy like myself. But what's wonderful is you can always take any kind of fruit. You know, your fruits and vegetables, like we said, you're eating more fruits and vegetables and run it through the machines. فإذا مشاهدينا هون نحن عنا مستخدمين الميلون الشمام وكمان عنا موز عم نحطهم حتتبع نفس الخطوات اللي انتو هلا عم بتشوفوها لحتنزل الفواكه وتحصلوا على هيدا الخليط الرائع والحلو. عم تنزل معنا بوزة كتير متماسكة, يعني هيدا الشيء ما بتقدروا تحصلوا عليه بالبلندر. بالعادة بالبلندر نحن منحط الفواكه, الفواكه بتتخبط معنا ما بنحصل على هيدا المزيج. What I really liked, Eileen, it's not, it's like unlike the blenders. When you usually put the fruits, you need to add things like milk or any to get the amazing texture as exactly. This. So this is exactly that. I think it is what is so unique. In seconds, we took fruit that we like to point out, you know, thawed 10 minutes more or less. You see how easy and how just it takes seconds for me to run this through the machine. So yeah, it is absolutely different. فإذا مثل ما عم بتشوفوا بطريقة كتير سهلة عملناها وأنا هلا رح ذوقها. It's even yummy. Everyone picks their favorite. فإذا كمان هيدي طريقتها كتير طيبة وكتير حلوة, كل المكونات اللي بقلبها كتير طبيعية وحلوة ومميزة. فإذا مشاهدينا مثل ما شفتوا, now we are going to go also for the fourth demo. But before that, I really need to point out something. How long do we need the fruits to be frozen? For how many hours? You know, we usually like to say, freeze that fruit, you know, overnight. But, you know, bananas, we say definitely freeze overnight. But, you know, the other fruits, sometimes you can even find already in the store frozen for you. فإذا, إذا أنتوا عم تتساءلوا شو هو المكونات أو قديه لازم نحن نجمدهم, الموز لازم نجمده قبل بيوم, ولكن باقي المكونات فينا نجمدهم قبل بكم ساعة. وحتى بالسوبر ماركت منلاقي نحن الفواكه المجمدة فيكن انتو كمان تستخدموها بكل سهولة. My concern is like how exactly does it work? Like how we are getting this wonderful texture? Because as I told you before, the blender doesn't do that. How can we do that in the Yonanas? See, I think that's it's what's so unique about this. It's a special blade. It's the speed. I mean, that is the technology. That's what's so unique about Yonanas. It grinds and emulsifies to create that yummy texture. And what's great is all this magic we say happens here, right here in the top. But this is also where the cleanup happens. And is it really easy to clean? Super easy to clean. All that we do is take these pieces apart. There are 5 pieces in total. We rinse it, warm soapy water. Go ahead and throw that on a drying rack. But it's also dishwasher safe. You can throw it in the dishwasher. فإذا مثل ما عم بتشوفوا السر وراء هيدا الجهاز اللي كتير رائع إنه كل الشفرات اللي مستخدمينها من جوا والتركيبة من جوا بتساعد إنه هيدي الفواكه اللي كتير مجمدة إنها تنزل متماسكة مع بعضها وتحصلوا على هيدا التكستشر اللي كتير حلو واللي كتير ناعم بهيدي الطريقة تماما مثل الآيس كريم. طريقة التنظيف كتير سهلة مثل ما فرجتنا إيلين. كل اللي عليكم تعملوا تفكوا القطعة مثل ما هي فرجتكم اياها وتركبوها بطريقه كثير سهله. What we are going to do now. All right, couple things to point out because we think about making this for the whole family. Obviously think about, you know, why you might love it, but you know what, we also have these popsicle molds so you can make extra Yonanas, put it in there, freeze it, enjoy it for later. You can make some fun desserts. This is us taking bananas with cinnamon and cocoa powder. We froze it and we scooped it out. Okay. And I'll show you how we can make a healthy tiramisu. فاذا مثل ما عم بتقول إيلين بتقدروا انتم تعملوا اشياء كتير عديدة باليونانس. نحن عم نقدم لكم هيدا الوعاء المميز بتقدروا من خلاله انتو تعملوا بوزة لأطفالكم لحتى يستمتعوا فيه, وانتو كمان انتو قاعدين على التيفي فيكن تاخدوا وحدة وتتسلوا كمان فيها. وليكو هون اذا عندكم ضيوف قديت طريقة رائعة لحتى انتو تضيفوا ضيوفكم. هون هي عملتها من الشوكولا وعملتها كمان من الموز, ضيفة عليهم هون القرفة وأكيد مزينتها بشيء كتير حلو. أنتوا بتقدروا تعملوا هيدا الشيء ببيوتكم بكتير رياحة وبكل سهولة.
All right, I'm gonna quickly just show you how we would finish that dessert with a little more cinnamon. Yes. A little dust of chocolate. Remember, you don't have any dairy in here. There's no dairy, just the bananas, the cinnamon, the cocoa, and a little bit of espresso. You can put coffee over the top, but if you wanted to, you could even add a little Kahlua. فإذا مثل ما عم بتشوفوا ضيافي ولا أحلى، يعني عندكم هون القرفة، عندكم الشوكولا، بتقدروا أنتم تزينوا شو ما بدكم، كل اللي عليكم تعملوه أنكم أنتم تختاروا اللي بدكم إياه والمكونات اللي أنتم بتختاروها. So now? All right, so I am somebody, I love a little bit of chocolate. Yeah, everyone. Yeah, I get that craving at night. But you know, something I am also a huge fan of is using dates. And yes. I take the pits out. This helps give a caramely, a natural caramely flavor, so it feels more decadent. You always feel like you're being very decadent, but you're being very good. Dates, we're gonna put a little bit of dark chocolate and those bananas in. لكل الأشخاص اللي بحبوا النكهة، إذا بدنا نقول الحلو اللي يكون شوي قريب للحلو العربي، عم تستخدم هون مثل ما شفتوا التمر، عم تستخدم الشوكولا، عم تستخدم كمان الموز. يعني لكل محبي التمر الشوكولا، بتقدروا أنتم كمان تستمتعوا بهيدا الشيء. شوفوا المزيج الرائع اللي عم ينزل قد إيه حلو، شوفوا كيف خليط التمر مع الموز ابدا ما عم بيعلق معنا، قشر التمر ما عم بيعلق، رغم انه بنعرف انه التمر شوي قاسي، ولكن عم ينزل الخليط كثير حلو وكثير مثالي. Incredible. Look at this. I mean, amazing. Again, amazing. What I love is I use dark chocolate so I don't feel bad about having a little dark chocolate. So this is a good healthy fix. Yes. Usually with Yunanas, no one will feel like really guilty of eating anything. What do you think? More than amazing. If I can find a word, I can say it. It's like more than amazing. Yes. مشاهدينا بتحسوا بطعمة الموز الخفيفة. بتحسوا كمان بطعمة الحلو تاع التمر اللي كتير طبيعي. حتى عم حس أنا بقطع الشوكولا. ليكو قطع الشوكولا كنا منحب إنه يطلع عنا نحنا التشوكلت هيك الشيبس موجودين بقلبه. عم حس بهيدي القطع الشوكولا كتير حلو وكتير مميزة. طعم ولا أحلى. عن جد استغلوا الفرصة لأنه هيدا الجهاز كتير رائع وحلو. Now we are going to move to the fourth. Yes, so here we go. This is a little play on a tropical sorbet. Yes. But we don't have all the added sugars of a sorbet. This is only frozen mango, only frozen pineapple. The question we get, do you have to use bananas to make Yonanas? And the answer is no. You can use just other frozen fruits. But I just usually, again, I think about thawing that 10 minutes more or less. Yes. You see it's nice and shiny. I'm going to run it through and I'm going to make a little sorbet for you. فإذا لكل الأشخاص اللي عم يتسألوا شو المكونات اللي بنقدر نحن نحطها، شفتوا انه نحن دخلنا الموز بالمكونات الثلاثه اللي عملناها، ولكن هيدا ما بيمنع انه نحن ندخل مكونات ثانيه خاليه من الموز، يعني يوناناس مش بالضروره انها تكون معموله من الموز، فينا نعملها بمكونات ثانيه، هون ايلين عم تعمل الاناناس مع المانجو، ومثل ما عم بتشوفوا كلنا بنعرف قد ايه الاناناس شوي بيكون قاسي، ولكن ليكو الخليط ما احلى، كيف عم ينزل عن جد عن جد عن جد مثل البوزه وكثير ناعم. Mm-hmm. Now, what I love about this is gorgeous as is, but you know what? We talked about making recipes for the whole family, yeah. But maybe you want to entertain. You know, go ahead and scoop that into a pretty glass, and you have something for guests last minute. Again, because you just, you know, you want to maybe still, you know, eat healthier. You don't want to give up what you love. Here, you're going to feel like you're being just as indulgent as anybody else. فإذاً مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا فيكن أنتوا تعملوا كمان إشياء كتير مميزة لضيوفكن بهذه الطريقة. كل اللي عليكم تعملوا انكم تعملوا سكوب للشيء اللي انتم عملتوه وتذوقوها بكل I can't wait to taste it. It's really amazing. Thank you. It's really very unique. Very unique. As I said, that Yunanas really is one of a kind. Oh, thank you. It's really amazing. Thank And what I really loved about that I can even taste the fibers, if I'm not mistaken, of the pineapple. Of the pineapple? So I feel it's like completely natural. فإذا مشاهدينا الطعم كتير طبيعي كتير حلوة والحلو إنه حتى لما بتدوقوها بتحسوا إنه كل الفايبرز أو كل الألياف اللي موجودين بالأناناس كمان أنتوا عم بتحسوها بكل سهولة، يعني التكستشر كتير ناعمة وحتى كل الفايبرز اللي موجودين عم بتحسوهم من دون أي إضافات. كل اللي عليكم تعملوه تحطوا الفواكه المجمدة بقلب هيدا الجهاز
الجهاز الرائع وتحصلوا على مزيج رائع مثل مزيج البوزة والآيس كريم. يعني لكل الأشخاص اللي بحبوا البوزة والآيس كريم صغار كبار، هلا صار فيكم أنتوا تروحوا لشيء صحي أكتر، تستخدموا بس المكونات الطبيعية، تحطوا الفواكه تعيدكن بالفريزر وتحصلوا على آيس كريم كتير حلو. ولكل مشاهدي عالم التسوق، نحن اليوم عم نقدم لكم هدية كتير حلوة، عم نقدم لكم هيدا الوعاء اللي من خلاله بتقدروا أنتوا تعملوا بوزة لأطفالكن وتستمتعوا بهيدا الشيء، ومن خلال هيدي العلبة الرائعة بتقدروا أنتوا كمان مش بس تخلوها للتخزين أو مثل أي تبروير، فيكن أنتوا كمان تعملوا هيدا الشيء الرائع مثل ما شفنا مع إيلين بسياق الحلقة. يعني يوناناس بيخلينا نعمل اشياء ولا احلى. الاهم من هيدا كله مكونات طبيعيه من دون اي اضافات، لا سكر ولا حليب. لكل الاشخاص اللي بيكون عندهم مشكله بهيدا الموضوع انه يتناولوا حليب ومشتقاته، انتم هلا فيكم تاكلوا شيء طبيعي 100% بكل امن. لهون بكون وصلت معكم لختام هيدي الفقره المميزه من عالم التسوق. عن جد هيدي الفقره كانت هي من اكثر الفقرات اللي انا بحبها، لانه عن جد المنتج اليوم كان كثير حلو وكتير مميز.